أستاذ رزاق، يعني هل هنالك تناقض في الحديث أو تناقض فيما يقول؟ الرجل تحدث عن غياب الدولة، وتحدث في أثناء الحديث أن هنالك لجان حكومية وأن هنالك قوات حكومية ذهبت إلى المنطقة. لا، أنا أعتقد أنه في حديثه ما هو أخطر من ذلك. يعني هو يتحدث عن ضعف الدولة وغياب الدولة في حين يتحدث عن قضية من صميم واجبات الدولة، التحقيق في هذه الأحداث. كيف لهذا الرجل أن يقول أن الأمم المتحدة التي أطلقت التحقيق في أحداث غرب دارفور وفي أحداث أخرى؟ يعني اللهجة التي يتحدث بها هذا الرجل وصياغة الخطاب كلها تنبئ أنه هو الحاكم الحقيقي للسودان، هو الذي يدير هذا الشأن السوداني، وكأن لا وجود للسلطة ولا وهو أشار صراحة طبعا للحكومة، برغم أن هناك حكومة مكلفة الآن تصرف الأعمال في السودان وتسير الأمور. صحيح ليست الحكومة المعلنة بشكل كامل، لكن هناك وزراء مكلفين وهناك سلطة موجودة تدير الجهاز التنفيذي موجودة. هو لغى كل هؤلاء، كل وجود هؤلاء. فأنا أستغرب يعني أنه كيف لبلد ذو سيادة يسمح لهذا الرجل أن يتحدث هذا الحديث، وكيف يسمح للرجل أن يعطي هذا التوصيف، توصيف الأوضاع في السودان. وبالطبع أي شخص في المجتمع الدولي، أي دولة، أي كيان في المجتمع الدولي عندما يستمع إلى هذا التقرير وعندما يتحدث هذا التقرير أنه لا توجد حكومة حتى الآن، ولا توجد حكومة بشكل كافي، وأنه لا توجد واجبات فعلية للحكومة الآن، ولا توجد ممارسة للسلطة لدى الحكومة حتى في مجرد لجان التحقيق في الأحداث أو مجرد تلافي آثار هذه الأحداث، فهذا يعني أن الطرف الذي يتلقى مثل هذه المعلومات سيصدق هذه المعلومات ويتعامل مع هذه المعلومات ويأخذها مأخذ الجد.